شكرا 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 أمرا شكرا سجل ملاحظة ديال فينا هو العرب أنا على راسي حي بس شي واحد ما عندوش شي حاجه تاخد اخوان دابا كنهضروا على النقطه الاولى النقطه الاولى هي دراسه امكانيه تجديد عقد الكلاء من الزراعه جماعه الشرق اللجنه اجتمعت المختصه في هذا المجال وزادت نسبه 10% عند شي واحد شي دار دخول في هذا المجال هذه النقطه ما كانتش شي دار دخول يا دوز العمليه التسويق ميزانية راه هذيك النقطة هذيك النقطة ديال دراسة الميزانية المختصة وتوصلتم بأرقام الميزانية ثم توصلتم بأرقام الميزانية شي واحد عنده شي تدخل التدخل ديالي أنه أن لجنة المالية لم تنعقد وهذا من اختصاصي عقدت اللجنة ديال المالية عطيني هاد الناس اللي حضروا لها لا خليك أنا محضر ديالها السيد المدير اشرح لي السيد المدير اشرح لي بالنسبة لهذ النقطة ديال وطبقا لفتره النظام الداخلي الى ما حضرش ما حصلش النصاب ديال الاجتماع الاول ديال اللجنه اي لجنه من اللجان الثلاث اللي كاين دائما اللي كاين في المجلس تنعقد ديال الاجتماع في اليوم الموالي في نفس المكان وفي نفس الساعه لمن حضر هذا مقتضيات ديال النظام الداخلي ديال المجلس بحال القضيه ديال هادشي ديال الدورات السيد الاول ما حصلش النصاب والسيد الثاني ما حصلش النصاب كتجتمع المجلس بمن حضر فبعد ثلاثة أيام من هذاك آخر شو هو اللي حاضر لا خليك أنا كل شيء ما لي حول حاضر السيد الرئيس العضو ديال اللجنة والسي عبد الله الشافعي غنفتحوا في التوصية الله يرحمك والديك السي حميد أنت شخص رائع في القانون لا نقاش وأنا شخصيا رغم معلوماتي الوفيرة في هذا المجال احترمك واستشيرك احيانا وانت تعرف ذلك طلبي وحيد منك ان تترك لنا بصمه كبيره وانت على مشارف التقاعد لنذكرك بها هذا القانون الماليه او ميزانيه الجامعه من اختصاص الرئيس هو اللي تيوسرها وتوضحها ولا داعي نرجع الفصل لان يمكن 1000% انك عاقله لا دابا جاوبت انا على انا دابا سالينا نهضر ديالك وانا قبلها بس الله يرحم ولكن تدبير الميزانيه والتفسير ديالها شخصيا انا لا اسمح لكم بالتدخل وكل هذا لا يفلي لا احترم نفسي ولا اتدخل في عمل المجلس وانا الدور ديالي باش نوضح للاخوان توضح لهم الصوره حنا لكن سنرفع يدينا وليس يد وحده ماشي هو الدور ديال المدير حسب الماده 128 يساعد الرئيس في الاطلاع بالاختصاصات ديالو بالصلاحيات ديالو انا كنساعد الرئيس والاليات اللي وجد المشرع ديال المساعده فيها جوج زعما هادو لا نقاش فيهم واضحين قوه القانون هو ان مجال كثير الاداري والمالي الجماعه حكرا على الرئيس ويفوضه الى المدير يتصوت حتى لواحد هذا السير الى المالي هذه اليه من الاليات ديال باش تساعد الرئيس الاليه الثانيه سي احمد لكم ندقوا المسائل هي كتابه التقارير وانت دابا طلبتي مني تفضل سيد الرئيس واش مكمل ولا تقول لي انا فين كنسير جدا كمل هو سي عبد الله فاتي لا ما هو فيه الكفايه تدخل ديالك دابا واش كمل سي عبد الله دابا علاش باش ما تظلمونيش لا هذا هو الدور ديالك راه شي حاجه اخرى وهي كتابه التقارير نحن نقال الرئيس نحن نناقش الرئيس نحن نناقش الجمع راه خليه كمل الكلمه ديالك غنكمل السي عبد الله خلي كمل الكلمه ديالو وقول لي بغيتي انا دابا كنشرح لكم شنو هو الدور ديالي قلتي لي البصمه
البصمه واش بقات تبقى يومين عاد نخلي البصمه؟ لا انا عارف الجماعه، انا جيت ليها في 94 راني عارف اش يا اول ميزانيه ديالها دارت 93 ومن 94 لهنا راه تعلموا جيدا كيفاش كانت الجماعه وكيفاش بدات التطورات. انا هذه الجماعه افتخر بانني انا الذي بنيتها، انا والمرحوم احمد الزيدي الذي عاشرته لفتره تجاوزت 20 سنه. انا راه اللي يكون في علمك راه كنت كنشري الجواوات ديال المراسلات اللي كانوا كيجيوها، كانت عندنا 11 عضو اللي كانوا كيجيوها كنشريها من جيبي قسما بالله. وهذا الشيء ما كانش كروج يا سي احمد. لا ودابا دابا هي البصمه، البصمه راه درتها سنوات هذه مره. المهم كنتمنى نكون شوف انا راه لا اكن لك اي غل باش تكون دابا انا احترمك وقدر ديالك ولكن بدون مجامله انسان مكون ما عندي ما نقول مرجع تنستصر معك في اي حاجه. انا شخصيا تنستصر معك في جامعه الحجاج عليك انا لا ولكن نحن نطبق هذا القانون. ها صافي صافي في القانون هذاك التوسيع ديال التوكيل السير وداك الشيء ما كاينش الارقام ديال الميزانيه تيفوتوا شي تيفوتوا حوايج اخرى. نعم اسي تفوت لك الطريق الرئيس حوايج اخرى ماشي في التسيير ديال الامور الماليه. واش انا واسفي على الشيطان على الشيطان على الشيطان وتكلم اخويا انت انت اللي منتخب السي لا ما نتكلمش انا انا كنجاوبك على السؤال ديالك انت جبتيني بالاسم ما نجاوبكش شنو بقى سكت جاوبتيني انت بالاسم لا راه شي جاوب السي احمد لا استاذ سي محمد ميزانيه الارقام ديال الميزانيه كما توصلتم بها في المتاحف الشكل المتعلق بالمداخيل سواء السيد الكاتب والسيد ممثل السلطه الله يرحم لكم الوالدين سجلوا بان المداخيل التي سيتم التصويت عليها والتداول بها برمتها سواء في الباب ديال الاداره العامه او مجال الشؤون الاجتماعيه او مجال الشؤون التقنيه مجال